نشاطات واضحة شهدتها البلاد في تشييد وصناعة الطرق بما يتفق مع أحدث التقنيات العالمية والتي تناسب الظروف البيئية والمناخية في البلاد. وتهدف مشاريع الطرق إلى تحسين كفاءة المرور وربط مناطق البلاد الجديدة منها والقديمة بعضها ببعض من خلال شبكة حديثة للطرق. الطرق البرية عصب التنمية وسبيل الازدهار من خلال المدن الصناعية والمناطق السكنية الجديدة وربطها بالمدن القديمة. استراتيجية النقل في الكويت والمشاريع الحالية والمستقبلية، وتطرقنا من جهة وزارة الأشغال العامة كجهة تنفيذية للمشاريع، المشاريع التي تنفذ حالياً في مرحلة قيد التنفيذ، وأيضا المشاريع المستقبلية سواء كان التصميمية أو ما تم طرحها مؤخرا من مشاريع، ويعني تم إثراء النقاش حول جوانب عدة تخص مستقبل النقل في الكويت، وهناك العديد من التحديات التي تواجه هذا الجانب. الحكومة خطت خطوات إيجابية لتقليل الازدحام السكاني والمرور من خلال إنشاء المشاريع والمدن الجديدة. رافقتها طرق عملاقة مثل جسر جابر وطريق جمال عبد الناصر وطريق الجهرة الجديد وغيرها. جاء الوقت لوضع بدائل أخرى للتنقل داخل مدينة الكويت وضواحيها، هي نظم النقل الجماعي الحديثة، وأيضا بعض الترتيبات والإجراءات اللي تأخذ فيها. أنا أعتقد يعني على سبيل المثال التاكسي البحري، التاكسي البحري مهم، ونحن نقدر احنا معظم مناطقنا السكنية إما قريبة إما على المنطقة البحرية. هذا كمثال الاهتمام باستخدام الإشارات الضوئية أكثر بطريقة كفاءة أعلى. احنا لابد من التفكير في إضافة القدرة الاستيعابية وكفاءة الطرق. الحكومة تسير على خطى إيجابية نحو تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز نموها في التخطيط والإنجاز في المشاريع. والحويدر، تلفزيون دولة الكويت.